ينضم إلينا الآن القامشلي مراسلنا هجار السيد، وأيضا ينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا محمد المشراوي. أهلا بكما. دعني أبدأ معك هجار، ماذا في آخر التطورات الميدانية في ظل أنباء عن تجدد القصف التركي شمال سوريا؟ نعم، بالفعل منذ ليلة البارحة تشهد منطقة الرفعات الواقعة في ريف حلب الشمالي لقصف مكثف من قبل المدفعية التركية، وبحسب المعلومات كان هناك قتلى من الجيش السوري، وبحسب الأهالي كان هناك استخدام تعزيزات عسكرية من قبل الجيش السوري وأيضا الروسي إلى تلك المنطقة. وفي وسط تزايد القصف بشكل كثيف على قرية الشيخ عيسى وأيضا منطقة الشرة الفاصلة ما بين الفصائل الموالية لتركيا والجيش السوري، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الروسية فوق تلك المنطقة. أما بالنسبة لمدينة كوباني أيضا كان هناك قصف مكثف ليلة البارحة، واليوم صباحا أيضا كان هناك قصف مكثف على الريف الشرقي لمدينة كوباني، وبحسب المعلومات كان هناك إصابات بين الجيش السوري أثناء استهداف المدفعية التركية لبعض النقاط للجيش السوري في الريف الشرقي وأيضا بلدة عين عيسى. وبحسب المعلومات كان هناك ضحايا مدنيين بعد استهداف مسيرات تركية لبلدة عين عيسى الواقعة في الريف الشمالي لمدينة الرقة. أيضا بالنسبة لبلدة سلتمر وخاصة في ريفها الشمالي فقد تعرضت، وبالتحديد تل اللبن والجوزلية وأيضا بلدة أبو راسين لقصف مكثف منذ ليلة البارحة، وحتى الآن هناك قصف متقطع على هذه النقاط من قبل الفصائل المتمركزة في بلدة رأس العين. وبحسب المركز الإعلامي هي قامت بإسقاط مسيرة تركية ليلة البارحة في منطقة أبو راسين الواقعة في ريف تل تمر الشمالي. نعم، تفضل جار بالبقاء معنا. دعنا ننتقل الآن إلى محمد. محمد أهلا بك معنا. في ظل هذه التطورات الميدانية وتجدد القصف التركي شمالي سوريا، إلى أين وصلت الجهود الروسية تحديدا لحث الجانب التركي على عدم تنفيذ العملية البرية العسكرية؟ يعني وفق الجهود التي يعني أبداها نائب وزير الخارجية الروسي في مباحثاته التي استمرت ليومين في نهاية الأسبوع الماضي، فإنه على ما يبدو الجانب الروسي متفائل باستجابة أنقرة للجهود الدبلوماسية لثنيها عن الشروع في هذه العملية البرية شمالي سوريا، وذلك عبر ما تنفيذ المطلب التركي بإبعاد المسلحين الأكراد عن عمق حوالي 30 كيلومترا من الحدود التركية تطبيقا لاتفاقية سوتشي. هذا أيضا ما بحثه الرئيس التركي في اتصاله الهاتفي يوم أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وطالبه بتنفيذ اتفاقية سوتشي الموقعة عام 2019 والتي بموجبها يتم إبعاد هؤلاء المسلحين عن مناطق الحدود التركية في حال تم الاستجابة لهذا المطلب التركي، وأيضا في حال ردت تركيا بإيجابية على المقترح الروسي الذي تقدمت به خلال مباحثاتها في نهاية الأسبوع الماضي، فذلك بالفعل سيجنب أنقرة الذهاب لعملية برية. ولكن العمليات التي كانت بدأتها تركيا مسبقا مثل عملية نبع السلام في شمال سوريا وهي على مقربة من الحدود، هذه العملية ما تزال مستمرة، وتواصل القوات التركية عمليات في هذه المناطق مستهدفة تواجد المسلحين الأكراد. واليوم صباحا أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 مسلحين أكراد كانوا يحاولون تنفيذ هجوم على القوات التركية في المنطقة بحسب بيان وزارة الدفاع. شكرا لك مراسلنا محمد المشراوي كان معنا من اسطنبول، والشكر موصول أيضا لمراسلنا هجار السيد كان معنا من القامشلي.